وأنت والسادة المشاهدين مجددا إلى محافظة إربد وتحديدا مدينة إربد الحصن، وأحمد أبو حماد من هناك لنشاهد أيضا سحر الطبيعة الخلابة، ومن خلال ضيوفه الكرام وجمعية تراث أيام زمان الأصالة والموروث والحداثة والعراقة. إليك أحمد وصباحك سعيد مجددا. نعم، صباح الخير مجحم، صباح الخير لمشاهدينا، بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة إربد. احنا موجودين معكم على الهواء مباشرة من جمعية أيام زمان التراثية اللي تم تأسيسها عام 2011 وهي تابعة لوزارة الثقافة. طبعا مشاهدينا، الهدف من تأسيس هذه الجمعية هو الحفاظ على التراث الوطني من الاندثار والضياع، وأيضا تدريب السيدات على كل الحرف التقليدية التراثية القديمة والمتطورة، وأيضا تمكين المرأة الأردنية اقتصاديا من خلال عمل المشاريع المنزلية الخاصة بها. لحتى نتعرف أكثر على هذه الجمعية راح تكون معنا الست هيام الطوالبة وهي رئيسة الجمعية. ستي بنحكي لك صباح الخير. صباح الوطن الجميل، صباح الخير. بداية لقائي طبعا أكيد برحب بالتلفزيون الأردني، أهلا وسهلا فيكم. بحب أصبح على جلالة سيدنا، بحكي له كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلاده، وبصبح على النشميات والنشامة بالوطن العربي. نعم ست هيام، حابين تعرفينا أكثر على الجمعية، الهدف من تأسيسها، عن المشاريع اللي قمتوا فيها، منتجاتكم، وأيضا دعم كل السيدات من المجتمع المحلي. والله جمعية أيام زمان تأسست عام 2011 زي ما حكيت، هي جمعية تهدف إلى الحفاظ على التراث الوطني من الاندثار والضياع. في هنا بعض الحرف القديمة التراثية اندثرت، فإحنا بدورنا كنشميات كأردنيات إنه نحافظ على هاي الحرف اللي اندثرت. تقريبا في هنا عدة صناعات، طبعا الجمعية الهدف منها تدريب وتشغيل النساء الأردنيات والحد من ظاهرة الفقر والبطالة. يعني ما في عنا إحنا يعني حدا، كل بيت لازم يكون فيه حرفة، يعني في عندنا برنامج حرفي لكل بيت. هلا عملنا عدة مشاريع في الجمعية اللي هي دربنا على تهذيب الشماغات، دربنا على صناعة الصابون الأردني، الصابون عفوا البلدي القديم اللي كانوا جداتنا يصنعوه لأنه ما في مواد كيماوية ومواد طبيعية. عملنا عدة دورات في الخياطة والتطريز، عملنا دورات في الفسيفساء. في عندنا كمان سيدات عندهم أكثر من مشروع، في نهتم كمان بالأكلات الشعبية. عندنا تقريبا ما يقارب 30 سيدة أردنية عندها مشروع المطبخ الأردني، مطبوخ يعني مشروع المطبخ الشعبي. طبعا هاي السيدة بتقوم، يعني الجمعية دورها هي حاضنة لكل هاي الأعمال، لكل أعمال السيدات، ما بتتقاضى أي نسب من السيدات، تهتم فيهم من خلال تسويق منتجاتهم من خلال صفحة الفيسبوك، من خلال المعارض البازارات. طبعا في دور كبير حلو، يعني أنا بحب ألفت انتباه لمديرة زراعة إربد، مهرجانات الرمان والزيتون كمان سيدات صار عندهم زبون من خلال هذا المهرجان. سوق جارة، كل سيدة بتشارك بسوق جارة بيكون يصير في عندها زبون تقريبا بيصير يطلبها. الحلو في الموضوع انه السيدات صامدات، يعني انه مع كل الظروف الاقتصادية اللي احنا بنمرها منها ما في عندنا يأس. احنا طبعا اكيد لازم الانسان انه يسعى حتى انه يطور حاله. نهتم كمان بالسيدات من خلال تطوير الحرفة، يعني ما بنكتفي انه بنعلمها او بندربها، لا بالعكس بنشبكها كمان مع مراكز تعزيز الانتاجيه، اراده بتعمل جدوى اقتصاديه للمشروع، بنعطيها دورات في المحاسبه، دورات في التغليف، في الجوده تقريبا. نعم ستي، احنا موجودين معنا هون بعض المعروضات، تفضلي معنا لهون، خلي الكاميرا تستعرضهم اكثر، تعرفينا عليهم اكثر، فيها كثير من الحرف اليدويه وايضا بتحافظ على موروثنا وارثنا التاريخي الوطني، تعرفينا عليهم اكثر حتى المشاهدين كمان يشوفوهم ويتعرفوا عليهم اكثر. خليني ابلش لك انا بهاي سلال تقريبا ورق الموز. هلا المزارع اللي في منطقه الاغوار الشماليه هاي الاشياء بتنكب، يعني هاي بيحرقوها بتلوث البيئه، فالسيده الاردنيه بتقوم بتصنيع هاي السلال الجميله زي ما انت شايف. طبعا هاي ممكن يحط فيها خبز، يحط فيها اي شغله في البيت، ومنظر كمان جميل زي ما انت شايف هيك. هاي بالنسبه لسلال الموز. في عندنا سيده طبعا في عندنا بتعرف الاشياء الطبيعيه، القصل، هاي الأسلال القديمة جداتنا كانوا يعملوهن القصل. في عنا والله انتسب للجمعية واحد اسمه أبو قيس،
من منطقة سوم الشناق. طبعا هذا يعني بنكتسب، يعني احنا بنكتشف المواهب، ما بيعرف عمره ما شارك في معارض، واول مرة محمد قديسات اول مرة شارك في معرض مهرجان الزيتون، تقريبا كان عنده ما يقارب 400 قطعة وتم تسويقهم من خلال مهرجان الزيتون، مع انه كان متردد، كان خايف انه ما ينجح مشروعه. زي ما انت شايفه بحاول يقلد هاي الحرف القديمة، الاشياء القديمة الموجودة عندنا في تراثنا، الدلال القهوة زي ما انت شايف، هاي البريك، هاي هون بريك الشاي، هاي البابور. في عندنا كمان عملنا دورات في سيفيساء زي ما انت شايف، دربنا مجموعه من السيدات صار في عندها مشروع. كمان في عندنا مشروع العسل، هلا بتلتقي مع السيده اسمهان، عفوا الانسه اسمهان عوايشه، عندها مشروع في البيت، مشروع عسل طبيعي 100%. في عندنا كمان صناعات الصابون زي ما انت شايف، الصابون طبعا هذا الجديد، عفوا الجديد صابون جليسرين مندخل فيه مواد طبيعيه. في عندنا كمان هون، بالله لو سمحت، كمان هون في عندنا الصوف الطبيعي، في عندنا ست البادي الشماليه. هلا الحلو في جمعيتنا، الحلو في جمعيتنا انه احنا جمعيه هي لكل الاردن، لكل محافظات الاردن، يعني ما في عندنا اربد وجراش وعجلون. هلا في سيدات جايين من عجلون، هذا سيد عمرها 70 سنه درست اولادها من وراء هاي الحرفه طبعا، اللي هي الصوف الطبيعي، هي بتقوم بقص الشعر الماعز الى اخره وبغزله يدويا. في عندنا كمان هون، بالله لو سمحت، اعطينا الشماغات. طبعا عندنا سيدات ما زالوا بيحافظوا على هاي الحرفه القديمه اللي هي حرفه جداتنا. زمان كان الشماغ يتهدى بخمس دنانير، الان يعني بوصل سعره ل 50 دينار، لانه الجهد يعني مختلف اكيد تماما والاشياء غليت. فهي السيده يمكن بتضلها اسبوعين حتى تخلص هذا الشماغ. هاي كل سيد كل بيت اكيد في شماغ، يعني شغل يدوي، احنا بنحافظ على هاي الحرفه، مع انه في ناس يعني في ناس بتحاول انه تدثر التراث. نعم. ست هيام، حابين بنهاية حديثنا تعرفين عن أهمية هذه المشاريع في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر، وأيضا إيجاد فرص عمل جديدة للسيدات في هذا المجتمع. طبعا في عندنا سيدات في المطابخ الشعبية، يعني في عندنا سيدة الآن هلأ بتلتقي معها، سيدة دينا معابري، عندها ما يقارب 15 فرد في الأسرة، يعني هي وفرت 15 فرصة عمل في بيتها، يعني قامت في تدريب سيدات خواتها وكناينها وبناتها من خلال المطبخ الشعبي اللي حتشوفه بعد لحظات. في عندنا أم محمد الكوفحي كمان، فريال الكوفحي، عندها مشروع كمان مطبخ شعبي، درست أولادها جامعات من خلال هذا الشغل، طبعا الأكل، لأنه في عفوا ازدياد كبير على الأكل الشعبي، إقبال كبير على الأكل الشعبي، لأنه في جودة وفي نظافة، وبتعرف كل يعني هي زي ما بتطعم أولادها بتطعم الجمهور. في عندنا سيدات، في عندنا سيدة كمان هدايا فحماوي، درست أولادها ما شاء الله، عندها مهندسة وعندها كمان شاب درس إدارة أعمال من خلال مهنة التطريز، لها 27 سنة تقريبا بالطرز. شكرا لك ستي، يسعد صباحك. شكرا لك، هلا فيك، هلا هلا هلا. مشاهدينا، مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من جمعية أيام زمان التراثية، وكنا مع الست هيام الطوالبة رئيسة الجمعية، عرفتنا أكثر على هذه الجمعية والهدف من وجودها، وأيضا على بعض المنتجات والمعروضات الموجودة فيها واللي بتساهم بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي للعديد من الأسر والسيدات في هذا المجتمع الرائع والراقي. الآن مشاهدينا رح نرجع لاستوديوهات برنامج يوم جديد لمتابعة ما تبقى من فقرات، وبعد قليل رح يكون لنا إطلالة أخرى نتعرف على بعض السيدات المساهمات والمشاركات في هذه الجمعية. خليكم معنا وتابعونا وتابعوا قافلة برنامج يوم جديد. صباحكم سعيد.